في كلمته خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، الرئيس السيسي يؤكد الحاجة لمضاعفة جهود الدولة لترسيخ القيم لمواجهة الأفكار الهدامة. خلال لقائه رئيس الوزراء ولي العهد السعودي يوجه بضخ 5 مليارات دولار استثمارات في مصر كمرحلة أولى. وزير الخارجية ونظيره الروسي يؤكدان ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة. مانيلا ساعة إخبارية شاملة، أهلا بكم، والبداية مع زميلي فوزي جدل. إليك فوزي. أشكرك أمل، تحية لحضراتكم مشاهدينا. هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري وكافة الشعوب العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، وأكد الحاجة إلى مضاعفة جهود مؤسسات الدولة من أجل بناء الإنسان وترسيخ القيم لمواجهة الأفكار الهدامة. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يبعث في القلوب معاني الإنسانية الحقيقية، لأنها تمثل فرصة للاطلاع على السيرة العظيمة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتعزز مفاهيم رسالة الإسلام في الأذهان. في ربيع الأول من كل عام تحل على الأمة الإسلامية والإنسانية جميعا الذكرى العطرة لميلاد نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم، لتحيي في النفوس معاني التسامح والإخاء، لتسمو الأخلاق وترتقي سمات البشر ومعاملاتهم. وبهذه المناسبة شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الذي أقامته وزارة الأوقاف بحضور فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة بمركز المنارة للمؤتمرات. ليؤكد الرئيس خلال كلمته أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يعد إحياء للإنسانية وتكريما لها. إن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف يبعث في قلوبنا معاني الإنسانية الحقيقية، إذ كان مولده صلوات الله وسلامه عليه إحياء للإنسانية وتكريما لها. ولعل احتفالنا اليوم يمثل فرصة للاطلاع على سيرته العظيمة صلى الله عليه وسلم، وتعزيز مفاهيم رسالة الإسلام في أذهاننا التي بلغت بالإنسانية أعلى درجاتها. وأوضح الرئيس أن الاحتفال بهذه المناسبة الكريمة إنما يدعو إلى مضاعفة الجهود التي تقوم بها مؤسسات الدولة لبناء الإنسان وصون الوطن وترسيخ القيم ونشر الفكر الوسطي. أن من أسمى غايات الخلق بناء الإنسان بناء قويما ليؤدي مهمته التي كلفه الله تعالى بها، ألا وهي إعمار الكون وتنميته. ولا شك أن مهمة بناء الإنسان وتكوينه وإعداده مسؤولية تضامنية وتكاملية تحتاج إلى تضافر جهود المؤسسات الدينية والعلمية والثقافية والشبابية والإعلامية، ومن قبل كل ذلك الأسرة، لنبني معا إنسانا قويا واعيا رشيدا. وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري أكد خلال كلمته ضرورة التمسك بهدي السيرة النبوية المطهرة في الدعوة إلى السلام والنهي عن الإفساد في الأرض والتقارب بين الشعوب والحضارات. إن احتفالنا بالمولد النبوي الشريف هو في حقيقته إحياء لمقاصد رسالته وبعثته ودعوته وأخلاقه وشمائله، حتى نتخلق بها ونترجمها إلى واقع وعمل يبرهن على صدق حبنا له وإيماننا به صلى الله عليه وسلم.
لقد قال صلى الله عليه وسلم عند أول دخوله إلى المدينة المنورة: أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، ليكون البيان النبوي الأول إلى البشرية كلها في بداية هجرته عليه صلوات الله وتسليماته. فهذا خطابه لأمته، أي للمسلمين جميعاً، أي لمليارين من البشر اليوم، أن تكون هذه المعاني رسالتهم بين بقية البشر. الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب شدد خلال كلمته على ضرورة بذل قصارى الجهد للتضامن مع أطفال غزة وشعوبنا في السودان واليمن وغيرها. كما يجب تجديد العزم على بذل قصارى الجهد للتضامن مع غزة وأطفالها ونسائها وشيوخها ومع شعوبنا في السودان واليمن وغيرها، وأن نعلم أن ذلك ليس منة يمن بها على هذه الشعوب الشقيقة المعذبة في الأرض، وإنما هو واجب القرابة في الدين وصلة الرحم وصلة الدم والمصير المشترك. وعلينا أن نكون على ذكر دائم آناء الليل وأطراف النهار من قوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، صدق الله العظيم. وخلال الاحتفالية كرم الرئيس السيسي فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق بمنحه وسام العلوم من الطبقة الأولى، تقديرا لدوره البارز في خدمة الدين والوطن وجهوده في تجديد الخطاب الديني ونشر صحيح الدين وقيم التسامح والاعتدال. كما كرم الرئيس عددا من النماذج المشرفة والمضيئة التي أثرت الفكرة الإسلامية من مصر والعالم الإسلامي في مجال الدعوة. على رشوان، النيل للأخبار. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي توافق الرؤى والمواقف المصرية السعودية بشأن القضايا الإقليمية المختلفة. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي برئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والوفد المرافق له. وخلال اللقاء أعرب الأمير محمد بن سلمان عن تطلعه لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة ومقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما أشار الأمير محمد بن سلمان بالدور المهم الذي تلعبه العمالة المصرية في النهضة الحالية التي تشهدها المملكة العربية السعودية. وأعلن ولي العهد السعودي توجيه صندوق الاستثمارات العامة السعودي لضخ 5 مليارات دولار استثمارات في مصر كمرحلة أولى.
ما زلنا في السعودية، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية تعمل على تفعيل اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية المصرية خلال الشهرين القادمين. جاء ذلك خلال لقائه مع عدد من المستثمرين السعوديين باتحاد الغرف التجارية السعودية بالرياض. في اليوم الثاني لزيارته إلى المملكة العربية السعودية، التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عددا من المستثمرين ورجال الأعمال، حيث نظم اتحاد الغرف السعودية لقاء لرئيس الوزراء مع القطاع الخاص السعودي. أعلن خلاله الدكتور مدبولي الانتهاء من اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية المصرية والمقرر إنهاء إجراءاتها خلال شهرين. نقدر نقول ان احنا انتهينا منها وبنضع الرتوش الاخيرة، وبناء على هذا الكلام يعني ان شاء الله اتمنى ان احنا هناخد بقى الاجراءات من الجانبين، الاجراءات التشريعية والتنظيمية الخاصة، بحيث نستهدف باذن الله ان تكون هذه الاتفاقية المفعلة في خلال الشهرين ثلاثة القادمين على الاكثر. الدكتور مدبولي أكد حرص مصر على حل المشكلات التي كانت تواجه الاستثمار السعودي في فترات سابقة. شكلت مجموعة خاصة لهذا الموضوع، إن احنا كيف نحل أكبر حجم من هذه التحديات علشان نعطي الرسالة الإيجابية لأشقائنا في المملكة إن احنا منفتحين تماما، وإن احنا حريصين على حماية استثماراتهم، وإن احنا نتمنى إن هم يزيدوا من استثماراتهم في مصر في خلال هذه الفترة. الحمد لله يمكن من ال 95 مشكلة اللي بدأناهم النهاردة كل المتبقي 14. وتخطيا للإجراءات البيروقراطية، أوضح رئيس مجلس الوزراء ما اتخذته مصر من إصلاحات تشريعية وما أعدته من حوافز استثمارية، بالإضافة إلى إصلاح السياسة المالية واستقرار سعر صرف العملة الأجنبية. هدفنا كان الحقيقة المرة دي إن احنا نشتغل إن احنا نتخطى الإجراءات البيروقراطية من خلال إصلاحات تشريعية أدخلناها على قانون الاستثمار وعلى عديد من الحوافز والإعفاءات اللي احنا أطلقناها لتشجيع الاستثمار في كل القطاعات. الأهم هو يمكن الإصلاحات اللي عملناها في السياسات النقدية والمالية، واللي الحمد لله أدت إلى استقرار سعر سوق الصرف الأجنبي العملة الأجنبية. من جانبه أعرب الجانب السعودي عن تقديره لجهود مصر لتحسين بيئة الأعمال. أود أن أعرب تقديري لدولتكم شخصيا عن جهودكم الحثيثة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإن شاء الله هذه ستتوج قريبا بتوقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار الذي عمله دولته تحت قيادة فخامة الرئيس السيسي بإنجازها وحلها إن شاء الله. يتطلع القطاع الخاص وأصحاب الأعمال إلى التعرف على أهم مستجدات الفرص الاستثمارية بالاقتصاد المصري والاستراتيجيات والخطط المستقبلية والحوافز التي تمنحها الدولة للاستثمار الأجنبي، حتى يتمكن من التنسيق مع أشقائه المصريين لوضع رؤية مستقبلية للشراكات الاستثمارية والتجارية الواعدة. وزير الاستثمار بالبلدين أعرب عن تطلعهما للتعاون وزيادة الاستثمارات المتبادلة، مع الإشارة إلى حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية الذي تجاوز 124 مليار دولار خلال عامي 2022 و2023. مصر تمثل أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر أكثر من 124 مليار خلال عامي 22 و23 ميلادي، والسوق المصرية تعد وجهة جاذبة للمملكة وكافة القطاعات المتمثلة بالنشاط الاقتصادي، سواء السياحة والنقل، البنية التحتية، التطوير العقاري والزراعة والطاقة وتقنية المعلومات وغيرها. احنا حلينا مشاكل حوالي 75% من المشاكل السابقة اللي هي بتعود لعشرات السنين، وعازمين ان احنا هنحل مشاكل ال 25% المتبقية. واخي بندر النهاردة فكرني ان هم 14 حالة بالضبط، فهنشتغل عليهم حالة حالة وهننجزهم.
تعظيم وتعزيز التعاون المصري السعودي في المجالات كافة هدف حققته زيارة رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له للرياض، ترسيخا للعلاقات الاستراتيجية والأخوية التي كانت ولا تزال بين البلدين. إيمان التوني، قناة النيل للأخبار. إن رمال غزة ستختلف عدوها. أطفال صغار نازحين كلهم قاعدين في بيت، ولا في مقاومين ولا في صواريخ ولا في حاجة. فشافوا اللي أثرهم فيهم نزلوا العمارة كلها عليهم. مدينة رفح أقل إشي بيت فيها، فيها يمكن 20 نازح. العمل والبناء والتنمية والتعمير. تنمية سينا عشان بس أربط سينا بمصر. بتتعمل في سينا مزارع سمكية، 15 مصنع رخام، 2 خط أسمنت، ومناطق صناعية أخرى، وأراضي زراعية تضاف مش أقل من 200,000 فدان. احنا مش ثابتين ومش هنسكت. نجوب العالم، نبحث عن الخبر والمعلومة بالصوت والصورة عبر القمر الصناعي نايل سات. قناة النيل الأخبار على التردد التالي. النيل الأخبار معك في كل مكان. تخيل نقطة واحدة في قلب العالم على أرض مصر قادرة تكون بوابة لمستقبل الاستثمار في كل القطاعات. بتوفر 100,000 فرصة عمل، وفي 2030 هنوصل لمليون. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي مستقبل الاقتصاد، لأنها موجودة في قلب العالم بست مواني بحرية بتخدم 4 مناطق صناعية ببنية تحتية ومرافق بمواصفات عالمية على مساحة 455 كيلومتر مربع.
واستثمارات متنوعة وفيها 270 منشأة صناعية وخدمية. ده غير مشروعات الطاقة الخضراء، وسهل توصل لها من أي مكان في مصر وتصدر منتجاتك لأي مكان في العالم. وهو ده مستقبل الاقتصاد اللي العالم عايز يستثمر فيه. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي بوابة الاستثمار العالمي في مصر. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مسار متكامل، وجهة واحدة. أهلا بكم من جديد. أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي ونظير الروسي سيرجي لافروف أكد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والنفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية. جاء ذلك خلال لقاء عبد العاطي مع لافروف في موسكو، حيث عقد جلسة مباحثات موسعة وعقبها مؤتمر صحفي مشترك أكد فيه ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على كل التراب الوطني الفلسطيني. خلال زيارته للعاصمة الروسية موسكو، عقد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي جلسة مباحثات موسعة مع نظيره الروسي سيرجي لافروف. تناولت العديد من الملفات كان في مقدمتها تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. رغم بالتأكيد كل الأزمات التي نواجهها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وانشغالنا الشديد بهذه الملفات، لكن أنا كنت حريص على القيام بهذه الزيارة الثنائية إلى موسكو لما من روسيا الاتحادية من دور هام في الشؤون العالمية والإقليمية، فضلا عن العلاقات الطيبة والعلاقات الصداقة التي كان بيننا. كما عقد الجانبان مؤتمرا صحفيا أعلن خلاله أن المباحثات تناولت تشاورا سياسيا حول العديد من الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. ناقشنا كذلك عدد من الملفات الإقليمية والدولية الأخرى، ومنها بطبيعة الحال أمن منطقة البحر الأحمر، لأننا نتضرر جميعا من هذا التصعيد غير المبرر وهذا التوتر الذي يؤثر على حرية الملاحة الدولية في منطقة البحر الأحمر. ومصر بطبيعة الحال هي أكثر دولة متضررة من هذا التصعيد الخطير. نحن نتضرر شهريا في الانخفاض الكبير في عائدات قناة السويس نتيجة لهذا التصعيد وهذا الاستهداف، ونؤكد مرة أخرى على أن الحل يكمن في معالجة جذور هذا التصعيد من خلال وقف العدوان على قطاع غزة، وبالتأكيد عدم إعطاء المبرر لأي طرف أن يستغل هذه المعاناة لأي أغراض أخرى. حريصون على مواصلة العمل المشترك مع مصر بما يضمن استمرارية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. ناقشنا عددا من القضايا الإقليمية والدولية بما فيها الأوضاع في قطاع غزة وكذلك في سوريا وليبيا والسودان والقرن الإفريقي. تعكس زيارة عبد العاطي للعاصمة الروسية موسكو تعكس اهتمام البلدين بتعزيز العلاقات، خاصة في ضوء التطورات بالغة الخطورة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. أمل صبري، النيل للأخبار. وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف السيد السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيد سفير تحياتي، يعني في تقديرك توقيت وأهمية اللقاء الذي جمع وزير الخارجية مع نظير روسي؟ يعني التوقيت مهم للغاية، لأن منطقة الشرق الأوسط تموج بالأزمات وبالتوتر، وعلى رأسها طبعا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل، خاصة كما أشار وزير خارجية الدكتور بدر عبد العاطي أن إسرائيل لا تحترم لا قرارات محكمة العدل الدولية ولا قرارات الأمم المتحدة، أيضا لا تحترم القيم والقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان. طبعا في مصالح مشتركة كثيرة وعديدة مع روسيا كدولة كبرى ومصر أيضا كدولة كبيرة سواء في المنطقة العربية أو في أفريقيا، فبالتالي هناك مجالات عديدة قائمة فعلا للتعاون، خاصة مشروعات كبرى
وده تم الإشارة إليها، سواء مشروع ضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية أو مشروع المنطقة الحرة أو المشروعات الأخرى السابقة التي أقامتها روسيا في مصر. هناك أيضا التعاون العسكري في مجال العسكري، تعاون كبير، لأن في قطاع من الأسلحة المصرية والتدريب مع روسيا أيضا. التشاور في العلاقات الدولية، روسيا الآن يعني لها تمدد في أفريقيا، نجد أنها في منطقة الساحل والغرب الأفريقي بتحل محل فرنسا، فبالتالي مصر باعتبارها دولة أفريقية، وأفريقيا من القطاعات المهمة في السياسة الخارجية المصرية والمصالح المصرية، فبالتالي هناك مجالات عديدة للتعاون مع روسيا. أيضا بالنسبة لكما أشار وزير الخارجية إلى الأزمات في الشرق الأوسط، سوريا طبعا، روسيا طبعا موجودة في الأزمة السورية بقوة، لأنها بتساهم وتدعم سوريا بالقوات المسلحة وبالدعم السياسي، وبالتالي التعاون في مجال حل الأزمة السورية أيضا مهم. لها أيضا وجود ليس يعني معلنا، ولكن وجود قوي في ليبيا، فممكن أيضا تساهم مع تركيا مع أطراف أخرى في حلحلة الأزمة صحيح. الليبية صحيح. هناك أيضا الحل القضية الفلسطينية، وفي اتفاق في الموقف بين مصر وبين روسيا بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. أيضا ضرورة احترام الأماكن المقدسة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأيضا عدم الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية. روسيا قامت بدور أيضا في المصالحة الوطنية الفلسطينية، واستضافت مؤتمرا عندها منذ حوالي شهرين أو أقل لإجراء المصالحة، تمهيدا لأن يكون في حكومة وحدة وطنية. مصر بتقوم أيضا بهذا الدور، وأن في متوقع اجتماعات قريبا سواء في نهاية هذا الشهر أو الشهر القادم في القاهرة لاستكمال عملية المصالحة، لأن دي عملية مهمة لضرورة يعني رحيل القوات الإسرائيلية وجميع المصالح الإسرائيلية من قطاع غزة ومحور صلاح الدين اللي هو محور فيلادلفيا، ويحل محلها سلطة فلسطينية إلية ممثلة في السلطة الفلسطينية في رام الله. أشكرك جدا السيد السفير رخاء أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا. استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، وذلك بمقر الأمانة العامة بالقاهرة. تناول اللقاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة ومخاطر استمرار الحرب العدوانية على قطاع غزة على الاستقرار الإقليمي، خاصة في ضوء الأصوات الإسرائيلية التي تنادي بالتصعيد على جبهة جنوب لبنان. وأكد أبو الغيط أن تسامح القوى الكبرى والعالم الغربي مع استمرار هذه الحرب لعام كامل سيكون له ثمن باهظ على الاستقرار الإقليمي، مؤكدا أن الكراهية التي تزرعها إسرائيل بارتكابها المذابح تعوق أي أفق للسلام الشامل في المستقبل، وتسهم في تقويض الهيكل المستقر للسلام في المنطقة خلال ما يربو من 4 عقود. لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصفها العنيف على أنحاء قطاع غزة، حيث استشهد عشرات الفلسطينيين من بينهم نساء وأطفال خلال قصف على منازلهم ومخيم النصيرات وبلدة بيت حانون شمال القطاع. يأتي هذا في الوقت الذي يحتدم فيه الجدال داخل حزب الليكود الحاكم بشأن مسار مفاوضات الهدنة بغزة، حيث يستعد حزب الليكود الإسرائيلي لتوقيع عريضة يطالبون فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بسرعة تنفيذ ما أسموها بخطة الجنرالات. المزيد من التفاصيل يستعرضها معكم زميلي أحمد عتابي. إليك أحمد. شكرا جزيلا لزميلة العزيزة أمل نعمان. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. أيام قليلة تفصيل عن الذكرى الأولى لحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر في الأصل.
بخطى ثقيلة ثقل الجبال الراسيات نمضي باتجاه هذه الذكرى، نمضي حاملين هما يتضاعف في كل لحظة مع كل قطرة دم فلسطيني زكي تراق في القطاع أو في عموم فلسطين الحبيبة. ونبقى معكم هنا مشاهدينا الكرام متابعين ليوميات هذه الحرب، وإن شئتم الدقة يوميات هذه المقتلة المستمرة منذ 7 أكتوبر. وكالمعتاد نبدأ بمتابعة طائفة من الأخبار التي ترصد جانبا من تطورات الميدانية خاصة في قطاع غزة. فقد استشهد عشرات الفلسطينيين من بينهم نساء وأطفال خلال قصف الاحتلال منازل في مدينة غزة ومخيم النصيرات وبلدة بيت حانون شمال القطاع. وأكدت وزارة الصحة في قطاع غزة أن حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية منذ أكثر من 11 شهرا قد ارتفعت إلى 41,226 شهيدا فضلا عن 95,413 مصابا. في ذكرى مذبحة صبرا وشتيلة عام 1982 يواصل جيش الاحتلال مجازره الوحشية ضد أهالي قطاع غزة منذ أكثر من 11 شهرا. 42 عاما لم تمح ندوبا غائرة في الجسد الفلسطيني حتى جاءت أخرى تعصف بأجساد وهي أضعفها الجوع واللجوء من مكان إلى آخر بحثا عن أمان مفقود. واتساقا مع هذا الإطار يواصل جيش الاحتلال قصفه برا وبحرا وجوا على مناطق متفرقة من قطاع غزة، حيث استشهد وأصيب العشرات إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا بمخيم النصيرات وسط غزة. وفي مدينتي خان يونس ورفح جنوبي القطاع استشهد فلسطينيون وأصيب عدد آخر بجروح جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال على مخيم الصمود للنازحين بمنطقة المواصي غرب المدينة. وفي السياق ذاته تم انتشال جثماني شهيدين شقيقين من عائلة واحدة من منطقة خربة العدس شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة بعد استهدافهما بشارع الشهداء بمنطقة مصبح شمال المدينة. هذا القتل الوحشي لم يكن فقط ما يواجهه أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، بل كان الجوع والمرض أشد قسوة وضراوة، حيث لا يزال الوضع الإنساني كارثيا، وتواصل منظمات الإغاثة محاولاتها لتخفيف الوضع مع كثرة العوائق التي تحول دون توزيع المساعدات والمخاطر الأمنية التي يتعرض لها عمالها بسبب قوات الاحتلال. وفي الأسبوع الماضي أكد تقرير صادر عن منظمة اللاجئين الدولية وجود أدلة على أزمة جوع حادة في غزة، وربطها التقرير بتصرفات سلطات الاحتلال. يأتي هذا فيما يستعد حزب الليكود الإسرائيلي للتوقيع على عريضة يطالب فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسرعة تنفيذ ما أسموه بخطة الجنرالات. تلك الخطة تتضمن تهجير سكان قطاع غزة على مرحلتين، فضلا عن إعلان بعض المحاور الاستراتيجية بالقطاع مناطق عسكرية مغلقة، وهو المخطط الذي رفضته دول الجوار المعنية وحذرت من تداعياته. وسط دعوات دولية وأممية متصاعدة نحو إبرام هدنة في قطاع غزة، ظهرت للعلن خطة إسرائيلية من داخل الحزب الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أطلق عليها خطة الجنرالات، تستهدف تهجير سكان شمال قطاع غزة كمرحلة أولى، رغم تأكيد واشنطن مواصلة عملها للتوصل لصفقة تبادل الأسرى. خبراء يرون أن تلك الخطة بمثابة بالون اختبار جديد للوسطاء وحركة المقاومة الفلسطينية حماس للعودة لسيناريو التهجير الذي رفضوه مرارا وتكرارا، وهو السيناريو الذي يمثل حجر عثرة أمام أطماع نتنياهو السياسية والعسكرية. ووسط انتظار لمقترح أمريكي معدل يذلل خلاله عقبات المفاوضات السابقة، يتحرك حزب الليكود الحاكم داخل إسرائيل لتوقيع عريضة موجهة إلى نتنياهو يطالبونه بسرعة تنفيذ خطة الجنرالات الرامية لتهجير سكان شمال قطاع غزة مبدئياً. أعضاء من الكنيسة الإسرائيلي أعلنوا أنهم سيوقعون على تلك الخطة في تحرك
للحيلولة دون الضغوط الدولية لا سيما الغربية منها، فضلا عن مساعدة نتنياهو من أجل تثبيت سياسة حزب الليكود إزاء غزة. ووفق مواقع إسرائيلية فإن المجلس الأمني المصغر بتل أبيب قد بحث في الأيام الأخيرة آلية تحويل خطة الجنرالات من مستوى سياسي للعمل بها عسكريا في أقرب وقت ممكن. مصادر مطلعة أفادت بأن خطة الجنرالات تتكون من مرحلتين يتم خلالها تهجير السكان المتبقين في شمال قطاع غزة، ومن ثم تنفيذ الخطة ذاتها لاحقا في بقية أنحاء القطاع، ما يعني إعلان بعض المحاور الاستراتيجية بالقطاع مناطق عسكرية مغلقة، وهو المخطط الذي رفضته دول الجوار المعنية وحذرت من تداعياته. الخطة أثارت خلافات كبيرة داخل حكومة نتنياهو، حيث اتهمه وزير دفاعه بالسعي لإطالة أمد الحرب على حساب إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس، مشددا على ضرورة الرجوع لمسار المفاوضات قبل وصولها للمربع صفر. أما مجلس الأمن الدولي فقد عقد جلسة بشأن فلسطين، استمع الأعضاء خلالها إلى إحاطة كبيرة من منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الأعمار في غزة حول آلية تنفيذ القرار الدولي رقم 2720. تناولت الجلسة آلية القرار الذي اعتمده مجلس الأمن في ديسمبر الماضي، والذي يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار. تأتي تلك الجلسة بعد أسبوع من زيارة مسؤول السياسة الخارجية جوزيف بوريل لمعبر رفح، وقد أشار خلال تلك الزيارة إلى أن الوضع الإنساني في غزة يتطلب حلا سياسيا، مشيرا إلى أن هناك 1400 شاحنة مساعدات عالقة على الحدود في انتظار السماح بإدخالها. للمزيد من المتابعة أدعوكم للترحيب معي بضيفنا الكريم الذي ينضم إلينا من رام الله بالضفة الغربية المحتلة، دكتور مراد حرفوش الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني. أهلا بك دكتور مراد. تحياتي لك وللسادة المشاهدين والمناطق الكريمة. أهلا بك ضيفا كريما معنا دائما. قبل الحديث عن التطورات الميدانية أبدأ بما يعني أطل علينا مرة أخرى برأسه الخبيثة، فكرة تهجير سكان قطاع غزة وتفريغ القطاع من سكانه. حزب الليكود ينوي تقديم خطة تحت مسمى خطة الجنرالات تهدف في النهاية إلى تفريغ القطاع من سكانه. برأيك ما دلالة إثارة هذا الموضوع من جديد، ومرة أخرى إمكانية تنفيذه على الفعل، خاصة إذا ما يعني رصدنا هذه الإشارات التي تأتي من واشنطن حول أنه إسرائيل بحاجة إلى أرض لكي تتوسع، وقد حان الوقت لكي يعني تتسع إسرائيل أكثر من الرقعة الجغرافية التي تتواجد بها؟ يعني الاحتلال الإسرائيلي يريد إعادة احتلال الأراضي الفلسطينية، هو دائما يسعى إلى توسيع وإعادة احتلال الأراضي الفلسطينية، ليست المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن خطة الجنرالات أو أي خطة تتعلق بخطة الحسم، وهي تأتي متشابهة مع ذلك، بمعنى هو القضاء على المشروع الوطني الفلسطيني، إعادة احتلال الأراضي الفلسطينية، وأيضا الانتهاء من العلاقة التعاقدية ما بين المنظمة التحرير الفلسطينية وأيضا الاحتلال الإسرائيلي. يرى الاحتلال الإسرائيلي في هذا الأثناء أن هذا الصمت الدولي الذي استمر على مدار هذه الحرب العدوانية على الشعب الفلسطيني بالإمكان تنفيذ هذه المخططات، تهجير الشعب الفلسطيني أو إبادة الشعب الفلسطيني. هناك أكثر من 300 ألف مواطن فلسطيني موجودين في منطقة الشمال محاصرين منذ أكثر من 11 شهر، لا يوجد لديهم أي إمكانية للبقاء والصمود سوى تثبتهم بهذه الأرض، وهو يحاول على مدار هذه الحرب ارتكاب المجازر في كل محافظات قطاع غزة، وما زال هذه المراهنة أنه يستطيع إعادة احتلال قطاع غزة أو يستطيع أن يعني يبيد الشعب الفلسطيني أو يهجر الشعب الفلسطيني. هذه ما تسعى إليه الحكومة اليمنية المتطرفة، وخاصة أن هذه الحكومة لديها استراتيجية بدأت تطبيقها على أرض الواقع، وهي إعادة احتلال الأراضي الفلسطينية، تهجير الفلسطينيين، نعم، والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني. إذا ذنت لي دكتور مراد، لكن يبقى السؤال الذي يجيش في نفس كل محب لفلسطين وكل مهتم بالقضية الفلسطينية، إمكانية تحقيق ذلك على أرض الواقع
مع الوضع في الاعتبار كل المعطيات التي تؤشر إلى هذه الحالة من الخذلان، أقول الخذلان الدولي وليس الإسلامي أو العربي فقط. باعتقاد العامل الفلسطيني هو الأهم، بمعنى صمود الشعب الفلسطيني في الأرض، عدم القبول لهذا التهجير أو المحاولة لكل ما تملكه يملكه جيش الاحتلال الإسرائيلي من استهدافات، من تدمير للبنية التحتية، ارتكاب المجازر اليومية. هو يحاول استخدام أقصى ما يمكن من القوة لتهجير الشعب الفلسطيني، لكن باعتقادي الذي استطاع أن يصمد في قطاع غزة على مدار 11 شهر واستطاع أن يتحمل كل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني باستطاعته الصمود، وباعتقادي هناك قرارا وطنيا فلسطينيا اتخذ بشكل جماعي وفردي، عدم الهجرة من الأراضي الفلسطينية، لن تتقرر نكبة 48 ولا نكبة 67، هذا القرار الفلسطيني اتخذ بشكل جماعي كمؤسسات وأيضا بشكل فردي كأفراد، لذلك هذا الصمود الذي يعني شكل حالة إجماع لدى كل الفلسطينيين في قطاع غزة وفي الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وأيضا في القدس. الاحتلال الإسرائيلي يحاول استخدام بطشه وقوته من أجل تهجير الفلسطينيين، يرتكب المجازر والإبادة الجماعية والتطهير العرقي في قطاع غزة، لكن أعتقد أن الشعب الفلسطيني لا يمكن القبول بهذه الهجرة أو التهجير. إضافة لذلك منذ اليوم الأول العدوان على الشعب الفلسطيني، أيضا هناك سند قومي وعربي تم اتخاذه من قبل جمهورية مصر العربية بمنع التهجير الفلسطينيين وعدم قبول الهجرة الفلسطينية للفلسطينيين، لذلك هذا أيضا شكل حالة إسناد للمواطن الفلسطيني في قطاع غزة ألا يقبل لا التهجير ولا يقبل كل هذه المشاريع التصفوية. دكتور مراد، تعلم أنه يعني هذه التغطية ضمن الفترة الإخبارية يكون وقتها محدود، فتكرما نقطتان بإيجاز أريد أن أطرحهما عليك. الأولى تتعلق بالجبهة اللبنانية، هل هناك انقسام حقيقي فيما يتعلق بقرار الحرب بالنسبة للجبهة اللبنانية، انقسام ما بين القرار السياسي يمثله بنيامين نتنياهو ومن معه، والقرار الحرب أو القرار الميداني يمثله الجيش، جيش الاحتلال؟ كل تأكيد هناك انقسام ما بين المؤسسة العسكرية الإسرائيلية والمستوى السياسي، هناك في حالة من التخبط وحالة من الانتظار، يعتقد نتنياهو بأنه يحاول توظيف أي أزمة داخلية لتصديرها إلى الخارج، وهو في حالة من التخبط الداخلي، لذلك يحاول تغيير بعض التغييرات، خاصة هناك طرح على خلال الاجتماعات هذه الليلة بضم ساعر إلى الحكومة الإسرائيلية، ويبدو هناك تطور في هذا الملف بدلا من جالنت. جالنت لديه رأي متفق مع الولايات المتحدة الأمريكية أن يعطي فرصة إلى الجهود الدبلوماسية والدولية ألا تنجر المنطقة إلى حرب إقليمية أو فتح جبهة أو فتح حرب على الجبهة الشمالية مع حزب الله. هناك تقديرات لدى المؤسسة العسكرية بأن لا يمكن أو لا تستطيع أن تفتح جبهة مع حزب الله في ظل الحرب الموجودة مع حزب مع في قطاع غزة، وأيضا هناك تعثر في قطاع غزة لم يستطع تحقيق أهدافه السياسية، نعم، ولم يستطع أيضا استرداد الأسرى الإسرائيليين، وأيضا في هناك خلافات داخلية إسرائيلية سواء على المستوى الأفراد والمجتمع الإسرائيلي واحد أو على مستوى الأحزاب السياسية. كنت أريد الحديث مع حضرتك حول بعض التفاصيل المرتبطة بالضفة الغربية والقدس، لكن يبدو أن الوقت انتهى، يبقى هذا السؤال أو تبقى هذه النقطة مؤجلة إلى لقاء آخر بإذن الله. أشكرك شكرا جزيلا دكتور مراد حرفوش، الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني، متحدثا إلينا مباشرة من رام الله بالضفة الغربية المحتلة. عودة لبقية أنبائنا، حيث نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صحة ما تردد عن نية رئيس الحكومة إقالة وزير دفاعه يوآف جالانت على خلفية معارضته أمر نتنياهو توسيع أهداف الحرب ليشمل المنطقة الشمالية، أي توسيع الجبهة مع لبنان. جاء ذلك بالتزامن مع زيارة المبعوث الأمريكي أموس هوكستين إسرائيل لبحث مقترح أمريكي للتهدئة على الشريط الأمني على الجانب اللبناني. أن الجيش أجرى في مدينة حيفا تدريبات طوارئ. بهذا مشاهدينا الكرام ننهي هذه التغطية الإخبارية. الآن هذه عودة من جديد إلى الزملاء لمتابعة بقية أنبائنا، نتجه تحديدا إلى زميلة أمل نعمان. إليك أمل. شكرا لك أحمد على هذه المتابعة.
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن جهاز الخدمة السرية الأمريكي يحتاج إلى مزيد من العناصر لأداء واجباته بعدما بدا أنه محاولة اغتيال ثانية تعرض لها المرشح الجمهوري دونالد ترامب. يأتي ذلك فيما أعربت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي عن قلقها العميق بشأن حادث إطلاق نار على مقربة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مؤكدة إدانتها للعنف السياسي بشكل واضح. بعدما وصف بمحاولة جديدة لاغتيال المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، تداولت وسائل إعلام أمريكية اسم راين ويسلي روث على أنه المسلح الذي أطلق النار على مشارف ملعب الجولف الخاص بالرئيس السابق. وسائل الإعلام الأمريكية ذكرت أن روث البالغ من العمر 58 عاما تم القبض عليه بعدما فتح عناصر جهاز الخدمة السرية النار على مسلح يحمل بندقية على تخوم ملعب الجولف الخاص بترامب في ولاية فلوريدا. وقد أعرب روث بوضوح في مقالاته على حساباته بوسائل التواصل الاجتماعي عن دعمه لأوكرانيا بعد الغزو الروسي واستعداده للسفر إلى حدود أوكرانيا للتطوع والقتال والموت. وكان ترامب قد أكد في رسالة نشرها على موقعه الإلكتروني أنه بخير ولم يصب بأذى، كما وجه الشكر لجهاز الخدمة السرية وأجهزة إنفاذ القانون على ما قاموا به من عمل للحفاظ على سلامته، وأكد أنه لن يعرقله شيء ولن يستسلم أبدا. على الصعيد نفسه، أدان كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائباته كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة حادث إطلاق النار على مقربة من الرئيس الأمريكي السابق، وأعرب بايدن عن ارتياحه لسلام ترامب مؤكدا أن التحقيق في الحادث ما زال جاريا لجمع المزيد من التفاصيل حول الواقعة. كما أدانت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي الحادث مؤكدة أنه لا مكان للعنف السياسي في الولايات المتحدة. وهذه هي المرة الثانية خلال شهرين التي يتعرض فيها ترامب لمحاولة اغتيال، فقد أصيب الرئيس السابق في أذنه في يوليو الماضي أثناء إلقائه كلمة خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا. بانوراما النيل للأخبار تتواصل مع حضراتكم وفيها أيضا ولكن بعد قليل. الجامعة العربية تحتفل باليوم العالمي العربي للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة للجامعات العربية. باقون مع حضراتكم مشاهدين الكرام، ولكن هذه المرة في مجموعة من الأنباء الاقتصادية مع الزميلة شيرين الوكيل. إليك شيرين. شكرا أمل، شكرا فوزي. اقتصاد الثامنة وأهم ما فيه، وزير الكهرباء يستعرض مستجدات تنفيذ خطط عمل الشركات لخفض الفقد ومنع سرقة التيار. أهلا بكم. استعرض الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مستجدات تنفيذ خطة العمل اليومية لشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية. كما استعرض وزير الكهرباء مستجدات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتركيب العدادات الكودية المؤقتة لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم مع الأجهزة المعنية. يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية الكهربائية. أكدت وزارة التموين أن عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الصيفي 3317 محلا على مستوى محافظات الجمهورية. أشارت الوزارة إلى أن الهدف من الأوكازيون ومن التخفيضات الموجودة به التخفيف على المواطنين وحصولهم على السلع بأسعار مخفضة. وسط إقبال كبير افتتح المهندس عبد اللطيف عمارة محافظ الأقصر فعاليات ملتقى الأقصر للتوظيف. يوفر الملتقى أكثر من 2000 فرصة عمل حقيقية داخل المحافظة وخارجها للشباب والفتيات من أبناء المحافظة.
لإيجاد جسر من التواصل بين الشباب وأصحاب الأعمال ولإتاحة فرص التوظيف أمام طالبيها ووسط إقبال كبير، افتتح المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر فعالية ملتقى التوظيف بمقر مكتبة مصر العامة بالمحافظة للشباب والفتيات من أبناء الأقصر والمحافظات المجاورة. يوفر المنتدى أكثر من 2000 فرصة عمل حقيقية بالتنسيق مع مديرية العمل بالأقصر. بيشارك في عدد من شركات القطاع الخاص، شركات التموين والقروض، شركات السياحة، شركات الأمن والحراسة، عندنا برضو شركات السياحة، عندنا فرص 250 فرصة عمل، 250 فرصة عمل لذوي الإعاقة داخل وخارج المحافظة. وإلى جانب توفير فرص العمل، يوفر الملتقى فرصا للتدريب المجاني في المجالات المهنية والحرفية والتكنولوجية وريادة الأعمال وغيرها من المجالات التي تمكن الشباب من إقامة مشروعات صغيرة، وبما يؤدي لزيادة مهاراتهم وصقلها لتأهيلهم لسوق العمل. الملتقى أول ما أعلننا عنه أعلننا عن 2000 وظيفة، إحنا النهاردة بنستهدف 2800 وظيفة، وكنا أعلننا عن 1000 فرصة تدريبية، النهاردة بنستهدف 5000 فرصة تدريبية مجانية للشباب. الملتقى بيستمر ليومين، بياخد كل الخريجين وكل الناس اللي حصل سواء كانت حصل على شهادات من أقل شهادة ممكن يحصل عليها شخص إلى شهادات العليا. الشباب اللي اتدربوا عندنا في مراكز التدريب هم دلوقتي الحمد لله أغلبهم دلوقتي جاري تسكنهم في الأماكن بتاعتهم، وكده الحمد لله قدرنا نوفر شيء يعني اسمه الرابط ما بين التدريب وما بين التشغيل. الملتقى يوفر فرص عمل في مجالات متنوعة، السياحة والصناعة والنقل والبناء، كذلك مجالات التمويل والتأمين، وظائف كثيرة ومجالات متعددة تتناسب مع المؤهلات التعليمية المختلفة. سوزان مصطفى، النيل للأخبار. جولتنا الاقتصادية انتهت، وعودة إلى أمل نعمان وفوزي جدلة لاستكمال البانوراما. إليكم. شكرا لك شيرين. احتفلت الجامعة العربية إدارة التنمية المستدامة باليوم العالمي العربي للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة للجامعات العربية بالتعاون مع المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية. يأتي ذلك في إطار تحقيق خطة الجامعة العربية للتنمية المستدامة لعام 2030. بمناسبة اليوم العالمي العربي للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة للجامعات العربية، عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بالتعاون مع المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية احتفالية بحضور ممثلي عدد من المنظمات والجامعات والمعاهد العربية. النهاردة بنتكلم فيه عن موضوع معايير الاستدامة للجامعات، موضوع مهم جدا بنتشارك فيه مع الاتحاد العربي للمسؤولية المجتمعية والاستدامة، وده هي واحد أحد شركائنا يعني من المجتمع المدني اللي بنعتز بشراكتهم. هيكون في إطلاق لمعايير مسابقة هيتم يعني عملها على مستوى الدول العربية لمعايير الاستدامة في الجامعات. تأتي هذه الاحتفالية في إطار سعي الجامعة العربية الدؤوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات التي من شأنها أن تسهم في النهوض بالمجتمعات العربية. ربما أنا عجوزا ولكني لست غبيا، أنا أفهم الأمور سريعا للغاية وأفهم كيف تجري الأمور داخل البيت الأبيض. سويا استطعنا أن نعمل بشكل رائع بشأن الاستثمارات، وقمنا بمعالجة هذه القضايا. جميعنا نعلم وأعي هذا بأن الطلاب الآن يستطيعون تحمل هذه التكاليف الدراسية، ولكنهم لم يحظوا بالتأييد. هؤلاء الطلاب من فئات بعينها لم يكونوا يحظوا بهذا الدعم المالي، لذلك أنا أفخر بأني قد قمت بإنفاق 70 مليار دولار، أكثر مما قد أنفقته أي إدارة أخرى سابقة.
وها نحن مستعدون. دعوني أكون واضحا في هذا السياق، إذا لاحظتم فإن هذا الإنفاق الذي قد قمنا بفعله لم يؤدي إلى زيادة العجز كما فعل آخرون، ولكنه ساعد الاقتصاد، أدى إلى زيادة نسبة التعليم. كيف يمكننا أن نقود العالم إذا لم نكن الأمة الأكثر تعليما؟ أخبروني كيف سنقود العالم بدون تعليم؟ كيف سيقود شباب هذا هذه البلد العالم؟ لا يوجد أهم من توفير الدعم المالي بشأن بناء هذه المعامل لأجل البحث. هذا مطلب هام في مجالات خاصة مثل الأمن السيبرالي. كان هذا جانبا من كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن وهو يتحدث عن إنجازاته. وختاما مشاهدينا الكرام نذكر حضراتكم بأبرز العناوين. في كلمته خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد الحاجة لمضاعفة جهود الدولة لترسيخ القيم لمواجهة الأفكار الهدامة. خلال لقاء رئيس الوزراء، ولي العهد السعودي يوجه بضخ 5 مليارات دولار استثمارات في مصر كمرحلة أولى. وزير الخارجية ونظيره الروسي يؤكدان ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة. إلى هنا مشاهدينا الكرام وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذه الفترة الإخبارية الشاملة. إلى اللقاء.